الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإذعان وإقرار، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. فنشهد أن لا إله إلا الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وظاهر لا شيء فوقه وباطن لا شيء دونه. قال عز من قائل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلاما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، عمار بيت الله، لازلنا نتحدث عن آخر العلامات الكبرى، وتوقفنا في الدرس الماضي في الحديث عن ياجوج وماجوج، وقلنا إنهم قوم مفسدون في الأرض يكثرون فيها القتل والفساد والتخريب، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعلهم لأجل ذلك بعث النار، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أبشروا فإن منكم واحد ومن ياجوج وماجوج ألف. ما قصتهم مع ذي القرنين؟ ومن هو ذو القرنين الذي تحدث القرآن عنه في سورة الكهف؟ يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. هذا رجل صالح وعبد مؤمن أطاع الله سبحانه وتعالى، فكان ملكا صالحا عابدا، آتاه الله من أسباب التمكين والقوة والنصر والعزة والظهور على الأعداء، وكان مؤمنا مجاهدا أخذ بالأسباب، فكان يطوف مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الله وإلى توحيده ويحارب أعداء الله. ولذلك ذهب إلى مشارق الأرض وذهب إلى مغاربها في رحلته الجهادية المباركة، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. عندما بلغ بين السدين وجد قوما لا يحسنون الكلام، لأنهم قوم أعاجل انعزلوا عن الناس وتعرضوا لضربات موجعة من ياجوج وماجوج. فتكلموا مع ذي القرنين، عندما رأوا من صلاحه وعدله واستقامته وخيريته قالوا له: يا ذا القرنين، ما رأيك أن نجمع المال منا، أن نقتطع لك المال من كل واحد منا حتى نعطيك مبلغا عظيما ونعطيك نولا كبيرا، مالا كثيرا، على أن تسد هذين الجبلين فلا يستطيع هؤلاء القوم المفسدون أن يصلوا إليه. يا ذا القرنين، إذا كنت افعل هذا ونعطيك خرجا. لكن هذا الرجل صالح زاهد يؤثر ما عند الله على ما في الدنيا، يؤثر ما أعطاه الله من الإيمان والتمكين والنصر والعزة على ما سيعطيه له هؤلاء القوم الضعفاء. فقال: ما مكنني فيه ربي خير. ما أعطاني الله عز وجل من هذه الاستقامة والخير والهدى، وما أعطاني من أسباب القوة خير لي مما تجمعون لي. ما آتاني الله خير مما آتاكم، قالها سيدنا سليمان لقوم بلقيس عندما أرادوا إغراءه بالمال والهدية. هكذا الأنبياء والصالحون أيها المؤمنون، كما قدمنا في الخطبة الماضية، يؤثرون ما عند الله على ما عند الناس، يؤثرون الآخرة على الدنيا، لأنهم نظروا إلى الدنيا فرأوها جيفة، وقلنا إن الأسود لا تقع على الجيف. ولذلك قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما أصنعه من خير، وما أمنع وما أقوم معكم نصرة لكم من ياجوج وماجوج، أحتسب الأجر فيه إلى الله أو عند الله. كذلك ينبغي للرجل الصالح أنه أحيانا يقوم بأعمال ولا يبتغي عليها الأجر من الناس، يقوم بأعمال مجانية يبتغي بها الأجر
هو من الله سبحانه وتعالى. لكن حال الناس اليوم عندما غلبت علينا المادية صار كل منا لا يعمل العمل إلا بالمقابل، لأننا تعلقنا بالدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن يكون له أعمال مجانية في سبيل الله لصالح الفقراء والمساكين والمستضعفين، ويبتغي عليها الأجر من الله كما فعل الرجل الصالح ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير. ولكنه لمح في هؤلاء القوم كسلا وعجزا فأراد أن يعلمهم العمل، فقال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا. رأى هؤلاء القوم المستضعفين الذين أضعفهم ياجوج وماجوج رأى فيهم كسل، فحاول أن يربيهم. وهكذا ينبغي أن تتعلم الأمة دائما العمل والاجتهاد، لأن الأمم تقوى وتتقدم وتعز وتنصر إنما بعمل أبنائها، بجميع أبنائها، لا أن يعمل البعض ويظل البعض يتفرج. الإسلام ضد الكسل والبطالة. وليس سيدنا ذو القرنين أو هذا الرجل الصالح قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، قال: لا بد أن تساعدوني حتى أسد بينكم وبين هؤلاء القوم المفسدون. آتوني زبر الحديد، أي اجمعوا لي القطع الحديدية الكبيرة، حتى إذا فاوى بين السدفين، فاوى بين قمتي الجبلين وسد ما بينهما، قال: آتوني أفرض عليه قطرة. قال: انفخوا. قال: فأتى القوم بالمناسيخ التي ينفخون بها النار حتى صار الحديد كأنه مذاب. ثم قال: آتوني أفرض عليه قطرا، أي أتى بالنحاس السائل المذاب بالحرارة، فصبه على هذا الحديد، فاختلط الحديد بالنحاس ودخل النحاس في الفجوج وفي الثقب حتى صار جدارا منيعا وسدا منيعا صلدا لا يستطيعون نقده ولا يستطيعون الاعتلاء عليه. قال الله: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقده. لم يقل ذو القرنين أيها المؤمنون هذا بفضله، ولم يقل ذو القرنين هذا بذكائه وعلمه وقوته، ولكنه لما كان رجلا صالحا مؤمنا اعترف بالفضل لصاحب الفضل لله سبحانه وتعالى، فقال: هذا رحمة من ربي، هذا بتوفيق الله، هذا بنصرة الله، هذا كان بمشيئة الله، أنا ليس لي في هذا الأمر شيء. هكذا يريد القرآن أن يربينا عباد الله، كلما نجحنا في عمل وكلما فزنا في أمر أن نرد الفضل ونعترف به لله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا نكون كما قال هذا قارون عندما آتاه الله المال، كان رجلا صالحا وهو ابن عم لموسى عليه السلام، كان رجلا صالحا، فلما آتاه الله مالا عظيما حتى إن مفاتحه لتنوء به العصبة أولو القوة، جاءه القوم يطلبون حق الله في ماله، يطلبون الزكاة الفقراء والمساكين، فقال لهم: إنما أوتيته على علم عندي. هذا غمط الحق وتكبر على الله وكفر بنعمة الله. ماذا كانت النتيجة؟ فخطفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فرعون عندما آتاه الله القوة وآتاه العزة والنصر وآتاه قوة الجيش، عندما تعالى على الله ولم يذكر نعمته وقال: ما علمت لكم من إله غيري، أغرقه الله سبحانه وتعالى ومن معه. ذو القرنين رجل صالح، هو درس بالنسبة للمسلم الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يقول: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. الذي أمر ببناء الجدار هو الله، والذي أمر بحجز ياجوج وماجوج المفسدون هو الله، والذي سيحزن لياجوج وماجوج بالخروج هو الله سبحانه وتعالى عندما يشاء ذلك، ليكون ذلك علامة من علامات قرب الساعة. ولذلك فسيخرجون، ولذلك قال الله عز وجل: حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا، أي جعله أرضا مستوية، فيخرج ياجوج وماجوج على الناس وما أكثرهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل منهم لا يموت حتى يرى ألفا من ذريته كلهم قد حمل السلاح. فيخرج ياجوج وماجوج على الأمة على الناس، فيكثرون الفساد والتخريب ويكثرون القتل والتشريد، ليكون ذلك علامة على قرب الساعة. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما البيت محمر العينين قد على صوته
فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، وكررها ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال، قال الصحابة قالت له زينب: ما هذا يا رسول الله؟ قال: لقد فتح من ردم ياجوج وماجوج قدر هذا، وحلق بالإبهام والتي تليها. لقد فتح من حفر أو من ردم ياجوج وماجوج قدر هذا. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: هل سيبنا الهلاك وفينا من الصالحين؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد، وإذا كثرت المعاصي، وإذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن العقوبة الإلهية تعم الجميع. حتى قال في الحديث: ثم يبعث الله الصالحين يوم القيامة على نياتهم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول: إن ياجوج وماجوج يحفرون في السد كل يوم. قال: حتى إذا أوشك أن يروا شعاع الشمس، حتى إذا أوشك أن يفتح هذا السد، قال يقول الذي عليهم وهو أميرهم ورئيسهم، يقول: هيا ارجعوا وسنفقده غدا. قال: ارجعوا وسنحفره غدا ونفتحه غدا. قال: فإذا ذهبوا أرجعه الله كما كان أو أسد مما كان. قال: حتى إذا قضوا المدة وشاء الله أن يخرجوا لأن الساعة قد اقتربت، قال: فيأتون فيحفرون حتى إذا أوشكوا أن يروا شعاع الشمس، قال لهم أميرهم: هيا ارجعوا وغدا سنخرج أو سنصطبه إن شاء الله. قال: فيقول إن شاء الله. قال: فيعودون في الغد فيجدونه كهيئته أو كما تركوه بالأمر. قال: فيحفرون ويصطبونه ويخرجون إلى البشرية. قال: فيخرجون إلى الناس ويكثرون فيهم الفساد ولا يستطيع أحد أن يقاومه. يمرون على بحيرة طبرية، وهي بحيرة في فلسطين مملوءة ماء. قال: ولكثرتهم، قال، يمر أوائلهم فيشربها فينشفها. قال: فيمر أواخرهم فيقول: لقد كان في هذه البحيرة يوما ما، لقد كان فيها يوما ما، فلا يتركون أخضر ولا يابس. حتى أن سيدنا عيسى عليه السلام والفئة المؤمنة معه من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحي الله عز وجل إليهم، إلى عيسى، فيقول: يا عيسى، إنني قد أخرجت قوما لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز بعبادي المؤمنين إلى الطور. الله عز وجل يأمر عيسى فيقول له: يا عيسى، إنني أخرجت قوما كثر أقوياء مفسدين لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد من البشر بقتالهم وموازاتهم. فيقول له: يا عيسى، حرز قومي والعباد المؤمنين إلى الطور. قال: فيلتجئ بهم عيسى عليه السلام إلى جبل طور سيناء، ويتحصنون من ياجوج وماجوج. يطوف هؤلاء المفسدون بالأرض مشارقها ومغاربها، فلا يجد فيها إنسا ولا يجد فيها شيئا، لأنه لا أحد يستطيع مواجهته. قال: فيقولون عند ذلك: أما وقد قهرنا أهل الأرض، فتعالوا بنا نقهر أهل السماء. يزدادون كفرا ويزدادون فسادا ويزدادون طغيان، فيقولون: أما وقد قهرنا أهل الأرض، فتعالوا بنا نقهر أهل السماء. قال: فيوجهون نشابهم، أي سهامهم ورماحهم، إلى السماء، فيلقونها إلى الأعلى، فيرجعها الله عليهم مخضوبة بالدماء. الاستدراج الإلهي، الله عز وجل يستدرج الكافرين ويستدرج العصاة ويستدرج المنافقين، يفتح عليهم من الخيرات ويعطيهم من الدنيا الشيء الكثير، حتى يغفلوا ويظنوا أن ذلك قرب إلى الله وكرامة من الله وأنهم على شيء، فإذا جاءت ساعتهم أخذهم الله فلا يفلت منهم أحد. إن الله عز وجل يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرثوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله عز وجل يملي للكفار والعصاة. بعض الناس يتساءل: قل نحن مؤمنون ومسلمون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش الفقر ونعيش الذلة ونعيش المعاناة، لكن هناك كفار يعيشون في بحبوحة من العيش، ويختلط عليهم الأمور، ويظن أن الدنيا هي مقياس للقرب عند الله سبحانه وتعالى. لا، هذا يعتبر استدراج. الله سبحانه وتعالى يستدرج الكافر فيفتح عليه من الخيرات ويمثل له كذا وكذا، حتى يظن أنه على شيء، ف
فإذا جاء وعد الله عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر. بينما المؤمن كما جاء في الحديث الله سبحانه وتعالى يضيق عليه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنني لأحوز الدنيا عن المؤمن، أي أنني أحوز الدنيا وأمنحها عن المؤمن، إنما ذلك كرامة له عند يوم القيامة ورفعة في درجته. الفقر ليس عيبا للمؤمن، وقلة الدنيا ليست ذنبا وليست عقوبة من الله بقدر ما هي قربة لله سبحانه وتعالى إن صبر وشكر. هؤلاء قوم المفسدون مزيد من الاستدراج يرمون نشابهم فتعود مخضوبة دما، فيظنون أنهم قد انتصروا وأنهم على شيء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يخرج أيها المؤمنون ياجوج وماجوج ويكثرون الفساد في الأرض ويتحسن المؤمنون، وهنا يلجأ عيسى عليه السلام والفئة المؤمنة معه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: فيرغب عيسى ومن معه إلى الله بالدعاء ليخلفهم من ياجوج وماجوج. الدعاء إخواني هو سلاح المؤمن، الدعاء هو سنة الأنبياء، الدعاء هو سلاح المؤمن وسلاح هذه الأمة. هذا السلاح الذي لا نستعمله اليوم إلا قليلا، سلاح استعمله الأنبياء، استعمله نوح عليه السلام فدعا على قومه فغرقهم الطوفان، ودعا به موسى على فرعون فغرقه الله، ودعا أيوب ربه سبحانه وتعالى فكشف الله ضره، ودعا سيدنا يونس عليه السلام وهو في ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت فأخرجه الله سبحانه وتعالى، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في بدر وقال: شاهت الوجوه، فقتلوا في غزوة بدر وهزموا شر هزيمة. دعا لأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه فاستجيب دعاءه. دعا لسعد بن أبي وقاص بأن يكون مجاب الدعوة، فكان سعد إذا دعا أجاب، وكان إذا رمى أصاب. ودعا للبراء بن مالك رضي الله عنه بأن يكون مجاب الدعوة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: رب أسعف أكبر ذي ثمرين، لو أقسم على الله لا أبره، فكان البراء بن مالك إذا أقسم على الله يبره. في إحدى المعارك والمسلمون يحاصرون جيشا من جيوش الكفر، واشتد الحصار على المسلمين، فلجا الناس الى البراء وقالوا له: يا براء، ألست الذي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أقصرت على الله لأبرك؟ فادع الله ان ينصرنا يا براء. فقال البراء بن مالك رضي الله عنه: اللهم مكنا من اكتاف عدونا والحقني بنبيك يا رب. فانتهت المعركه بانتصار المسلمين، وفتش الصحابة عن البراء بن مالك فوجدوه مات شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا السلاح، المؤمنون الصالحون ينبغي أن يستعملوه. هذا سيدنا سعيد بن زيد خاصمته امرأة في قطعة أرض فشكته إلى القاضي، فدعا عليها وقال: اللهم إن كانت كاذبة فيما تقول فأعمي بصرها واجعل قبرها في بيتها. فعمت المرأة وكانت تتلمس الجدار بعد ذلك وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. وبينما هي يوما تمشي عمياء في بيتها وكان فيه بئر، فسقطت في البئر فكان بيتها قبرا لها. الدعاء هو سلاح المؤمن. ولذلك إخواني في هذه الأيام لنا إخوان مسلمون في فلسطين ينافذون عن الإسلام ويدافعون عن طرف هذه الأمة، يفرض عليهم الحصار، يمارس عليهم التجويع، ويمارس عليهم التخويف، وتقطع عليهم جميع المنابع المالية ليعيشوا عيشا كريما، وهم أصحاب حق واليهود أصحاب باطل. فأقل الإيمان وأقل الواجب عباد الله أن ندعو لهم في صلواتهم، ندعو لهم بالنصر، وندعو لهم بالتنكيل، وندعو الله أن يخفف عنهم وطأة الأعداء اليهود. للأسف أيها المؤمنون، بالرغم من أنه بين أيدينا أصدق وثيقة في التاريخ تحدثنا عن طبيعة اليهود، تحدثنا عن مكر اليهود
وتحدثنا عن كذب اليهود وتحدثنا عن إخلاص اليهود عند اليهود، لكن لحد الآن هذه الأمة لا زالت تتعامل مع اليهود بحسن النية. اليهود قوم مكر وقوم سوء، والله عز وجل ليعرفنا بهم وبمكرهم وبعداوتهم للإسلام أكثر الكلام عليهم في أطول سورة من القرآن الكريم وهي سورة البقرة. اليهود لا عهد لهم ولا ذمة، اليهود لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، ولذلك ما يمارسونه الآن من اضطهاد وتجويع وحصار على الشعب الفلسطيني المسلم الذي يرابط حول بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمة طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وعلى عدوهم منتصرين. قيل: أين يا رسول الله؟ قال: أرض بيت المقدس وعلى أكناف بيت المقدس. هؤلاء ضحية الآن لمكر هؤلاء اليهود الذين لا عهد لهم ولا ذمة. أقل الواجب أن نستخدم هذا السلاح، سلاح الدعاء الدعاء، وأن نتبتر إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصره وأن يخفف عنهم وطأة الأعداء. استعمل عيسى عليه السلام هذا الدعاء كما استعمله الأنبياء في آخر الزمان، فيدعو الله عز وجل فيسلط على يجوج وماجوج النغف، والنغف هو جود يدخل في أنوف الإبل وفي أنوف الأغنام فيميته. قال: فيدخل هذا النغف في رقابهم فيموت ياجوج وماجوج كموت نفس واحدة. لكن الخوف يمنع المسلمين من الخروج من الحصون، فيقول عيسى عليه السلام: هل من رجل يحتسب نفسه عند الله؟ فيخرج وينظر إلى القوم ماذا حدث لهم. قال: فيخرج رجل وهو يعتقد أنه سيموت، قال: فينظر فإذا الأرض قد ملئت بجثثهم، فيرجع وينادي عيسى عليه السلام ومن معه، فيقول: أبشروا فإن الله قد قتل أو نصركم على ياجوج وماجوج. قال: فينزل عيسى عليه السلام وتنزل الفئة المؤمنة المحاصرة معه، فلا يجدون موضع ستر إلا وقد ملئ بزهنهم أي بشحنهم وبلحمهم. قال: فما يستطيعون العيش على الأرض من شدة نتنهم، فيعودون إلى الدعاء مرة أخرى: ادعوني أستجب لكم. المسلم مطلوب منه أن يكثر من الدعاء. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب له في الدنيا أو أجلها له أو غفر له من الذنوب قدر ذلك الدعاء. بل جاء في الحديث إن الإنسان المسلم عندما يقف ويرى الصراط يوم القيامة ويرى أثر دعائه في الدنيا في الثبات على الصراط، تجده يتمنى لو أن كل دعاء دعاه في الدنيا لم يستجب له، وذكره الله له لذلك الموقف. فلا يتكاسل أيها المؤمنون أحدنا من أن يرفع يديه إلى السماء يدعو الله في كل شيء. الصحابة كانوا يدعون الله حتى في الملح لطعامهم وفي شعث نعلهم أي في خيط نعلهم، ولم يكونوا يتكبرون عن الدعاء، لأن النبي علمهم فقال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فلندعو لأنفسنا وندعو لأهلنا وندعو لإخواننا المسلمين بالنصر والتمكين والعزة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدعو عيسى عليه السلام مرة أخرى بأن يطهر الأرض منهم، فيرسل الله سبحانه وتعالى طيرا كأعناق البخت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأعناق الإبل. قال: فيحملهم إلى حيث شاء الله سبحانه، ثم يأمر الله الأرض فتمطر، فلا يبقى بيت مدر ولا شجر ولا حجر ولا وبر إلا دخله الماء فغسله من نتنهم، حتى تصبح الأرض كالزلقة أي كالمرآة النقية الصافية، ثم تؤمر الأرض فيقول الله للأرض: أخرجي بركتك وأنبتي زرعك. قال: وإن القوم أو إن العصابة من الناس أو النصر من الناس ليأكلون من الرمانة فتشبعهم، وإنهم ليستظلون في قحتها، أي يأكلون من الرمانة فيشبعون ويستظلون في قحتها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويبارك الله في الرفل، فإن اللقحة أي الحلبة الواحدة، اللقحة من الإبل تكفي العدد الكبير من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ أي تكفي العائلة والعشيرة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد عيسى عليه السلام. أيها المؤمنون، ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون في هذا العيش الكريم حتى يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة، ريحا فيها رائحة طيبة. قال: فلا يشمها مؤمن أو مسلم إلا قبضت روحه. قال: فلا يبقى إلا شر الناس على هذه الأرض. يقبض الله المؤمنين
ويقبض الله المسلمين، لأن الله رحمة بعباده المؤمنين لا يريدهم أن يحضروا وقت قيام الساعة ووقت النفخ في الصور، لأنه شديد لا يطيقه أحد. قال: فيرسل هذه الروح أو الريح فتقبض المؤمنين والمسلمين، فيبقى شرار الناس قوم لا يعرفون الله، قوم يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يأتي قوم في آخر الزمان لا يعرفون الله، بل إنهم يتحدثون مع بعضهم، فيقول أحدهم للآخر: كنت أسمع من أجدادي ومن آبائي أن هناك شيئا اسمه الله. هؤلاء القوم الكافرون هم الذين تحشرهم النار إلى الشام. هذه آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، وآخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن. قال صلى الله عليه وسلم: تخرج من قعرة عدن، أي من بحر حضرموت، ثم تشرق في الأرض وتغرب حتى أنها تجمع الناس وتسوقهم إلى أرض المحشر، هناك تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: تبيت معهم إذا بات، إذا أرادوا المبيت توقفت النار وتركتهم يبيتون، وتقيل معهم إذا قال، إذا قيل، وتصبح معهم إذا أصبحوا، ومن تخلف منهم أكلته النار. فهناك يهجرون أو يهجرون إلى بيت الشام أو إلى الشام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرض الشام هي أرض الحشر المحشر والمنصر، وهناك تقوم عليهم الساعة، ولا تقوم إلا على شرار الناس. كيف تقوم الساعة وما أحداثها وماذا يقع بعدها؟ هذا عمار بيت الله ما سنتناوله في الخطبة الماضية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا رافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، اللهم وفقهنا في الدين وعلمنا التفسير، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا معنا شقيا او محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا الكريم هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا عاصيا الا رددته، ولا مؤمنا الا سددته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها خير ولنا فيها صلاح الا قضيتها بعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا اخوه متحابين، اجعلنا اخوه متكاتفين، اجعلنا اخوه على شرعك قائمين. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مبدلين ولا مغيرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.